أهلا بكم في عالم المال والأعمال. واصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو إيجابي خلال العام الحالي ليبلغ في الربع الثاني 2.19% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 7.6 مليار دينار، بعد أن بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 7.4 مليار دينار. وبالنسبة لأكثر القطاعات التي حققت نمواً، فقد جاءت بالمرتبة الأولى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.4%، ثم الإنشاءات بنسبة 4.9%، وثالثاً قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة نمو بلغت 4.5%. وحل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم أخيراً بنسبة نمو بلغت 3.9%. أما أكثر القطاعات مساهمة في النمو فهي قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال، الذي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 18.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 17.3%، أما قطاع منتجي الخدمات الحكومية فحل في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة وصلت إلى 13.20%. وحل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بالمرتبة الرابعة بنسبة مساهمة وصلت إلى 29%. وفي قراءة لمدى واقعية النمو المتحقق في الربع الثاني من العام الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي مازن مرجي. أهلا بك سيد مازن. واصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي، بلغت 2.9% في الربع الثاني بعد أن كان في الربع الأول 2.5%. كيف تقرأ هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟ بداية، هذه النسب من النمو هي نسب بسيطة جدا، ويعني ليست مدعاة للاحتفال بها. كونها تأتي على نسق النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال سنوات، ربما منذ عام 2009 لغاية الآن، تحقق نمو بين 2 إلى 2.5 لا أكثر أقل. إذا متحدث احنا قاعدين عن الربع الثاني والربع الأول في عام 2022، لكن حتى نقول أن النمو الاقتصادي هذا ملموس أو نمو حقيقي بمعنى آخر يدعو إلى التفاؤل، لابد أن نقارنه أيضا بقضية التضخم. احنا عندنا تضخم كما أعلن من دائرة الإحصاءات العامة بشهر 8 كان 5.36%. بدنا نقيسه أيضا مع موضوع البطالة، يعني بمعنى آخر كل ما كان نمو هناك نمو حقيقي، كلما كان ذلك هناك قدرة على خلق فرص العمل. احنا عندنا بطالة اليوم 22 أو 23.2%، وصلت لحدود 25% قبل عام. إذا البطالة حتى، أو عفوا النمو حتى قيمه تقييم حقيقي، يجب أن يكون هناك نمو يتجاوز ربما ضمن الظروف الموضوعية ما لا يقل عن 5 إلى 7%، كما كان يحدث في الأردن في أعوام ربما 2001 إلى 2007. كنا نحقق هذه النسبة في الربع الأول والثاني في تلك الأعوام. نعم، لا تحققت على مستوى العام كاملا، كانت النسب تصل إلى 7.5%، وبالتالي هذا يعتبر نمو بمعنى آخر بمقاييس، مقارنة مع التضخم، مقارنة مع النمو السكاني، مقارنة مع البطالة وخلق فرص العمل الجديدة، ومقارنة أيضا مع موضوع حجم الاستثمارات التي تتدفق على من الخارج ومن الداخل على الاقتصاد الوطني. إذا النمو الاقتصادي برأيي حتى نعتبره نموا حقيقيا لابد أن يحقق نسب عالية تصل إلى 7% كما أفهم منك، يعني مش أقل من 5 إلى 7%، هناك يكون الحديث أفضل. نعم، لكن سيد مازن، بعد جائحة كورونا وبسبب الظروف الاقتصادية، نعم، التي تؤثر علينا، ما يحدث في العالم، يعني ألا تعتقد أن هذه النسبة وصفتها بأنها نسبة بسيطة ليست مدعاة للاحتفاء بها، ألا تعتقد أن بعد عام 2020 يعني هذه النسب ربما تكون مبشرة؟
يا ستي هو شوف احنا لما نقارن 2020 اللي كان فيه هناك نمو سالب او انكماش اقتصادي بنسبه تقدر الحكومه بنسبه 1.6 بينما منظمات اخرى عالميه تقدره ب 1.8. اذا مقارنه مع 2021 الذي حقق 2.2 هذا افضل من 2020 لكن مش افضل من 2019. لكن انا اطلعت معك على 20 عام ربما لغايه 2001 نجد انه النسب النمو التي يعتد بها يجب ان تكون على الاقل 5% مع اخذ بعين الاعتبار نسبه بطاله لا تتجاوز ربما 10 الى 12% مع اخذ بعين الاعتبار ان التضخم لا يكون اكثر ربما من 3 الى. طب اذا لماذا لم يستطع الاردن لنقل بما انه قادر على تحقيق هذه النسب من النمو الاقتصادي، لماذا لم نستطع في الربع الاول وفي الربع الثاني ان نحقق هذه النسب العاليه؟ يعني على القليل كان نوصل لخمسة في المئة. يا ستي الموضوع شوية يعني بده تعمق أكثر وحديث أوسع، ولكن باختصار السياسات الاقتصادية الموجودة طبعا بدنا نحط مجموعة من العوامل، عوامل خارجية، عوامل المنطقة كانت ملتهبة من نواحي المشاكل اللي كانت في دول الجوار، ولكن بشكل عام هناك في تقصير وهناك في خلينا نقول نوع من عدم القدرة على الحركة. الاقتصاد الأردني عجلة الاقتصاد لا تستطيع أن تتحرك لأسباب كثيرة، منها تراجع الاستثمارات، منها الزيادة المديونية، منها زيادة العجز واستمرارية العجز في الميزان التجاري، وأيضا العجز الدائم في الموازنة، أيضا زيادة النفقات بشكل يعني سنوي لا يقل عن 10% الموازنة السنوية. إذا هناك مجموعة كبيرة من. نعم اتضحت الصورة بهذه الجزئية، عذرا منك الوقت يداهمني. سيد مازن بعجالة، ما هي توقعاتك للنمو الاقتصادي مع نهاية العام الحالي؟ توقعاتي يعني ربما تكون مشابهه لي يعني افضل قليل من عام 2021، ربما تصل ما بين 2.5 الى 2.6 تحت احسن الظروف، وهذه التقييمات ربما. نعم وهذه التقييمات نعم مبدئيه لكنها تبقى نسب بسيطه كما قلت وليست مدعاه للاحتفاء بها. شكرا لك مازن مرجي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف. وقعت الحكومة اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار. الاتفاقية الأولى هي اتفاقية البيع الآجل واتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، وتهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير. أما الاتفاقية الثانية فهي لقرض حسن بقيمة 10 ملايين دولار واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 50,000 دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. فخورون في البنك الإسلامي للتنمية أن نكون في مقدمة المؤسسات المالية التي تدعم الأعمال الاقتصادية والمشاريع في الأردن. الآن مسألة التصدي لمسألة الغذاء، الأزمة القائمة الآن في العالم، وضع البنك الإسلامي مشروع لمساعدة الدول الأعضاء، أول المستفيدين الأردن وبمبلغ كبير 200 مليون دولار للعمل على تخفيف من وطأة هذه الأزمة. المشروع الثاني أيضا لا يقل أهمية لأنه معني بتشغيل الناس، وهو قرض للمؤسسات الصغيرة التي تعمل في قطاع السياحة، وهو قطاع واعد لامتصاص عدد كبير جدا من الشباب والشابات. تقدم الأردن 17 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية للعام 2022، إذ تقدم في مؤشري تطوير الخدمات وتنمية الموارد البشرية، بينما تراجع في مؤشر البنية التحتية. ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فمن بين 193 دولة شملها التقرير جاء الأردن في المرتبة 100 عالميا بعد أن كان في المرتبة 17 بعد 100 العام الماضي. ويعتمد ترتيب أي دولة على قياس ترتيبها في ثلاثة مؤشرات
فرعية. الأول مؤشر الخدمات الإلكترونية، وأظهر تقدم الأردن ب 69 مرتبة، إذ وصل إلى المرتبة 74 مقارنة مع المرتبة 43 بعد 100 في تقرير 2020، ليكون الأردن الأول عربيا في هذا المؤشر. لكن الأردن تراجع 25 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات ليصل إلى المرتبة 25 بعد 100 بعد أن كان في المركز 100 في التقرير السابق. والسبب وراء ذلك هو تأخر الأردن في إطلاق خدمات الجيل الخامس وضعف نسب الانتشار لخدمات الألياف الضوئية الفايبر، إضافة إلى تراجع أعداد اشتراكات خدمات الاتصالات والإنترنت. أما المؤشر الثالث ذو صلة بالموارد البشرية، إذ تقدم ترتيب الأردني فيه 7 مراتب ليحتل في المرتبة 8 بعد 100 مقارنة بالمركز 15 بعد 100 في تقرير عام 2020. افتتحت شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية بيبسي الأردن مستودعا ومركزا جديدا للتوزيع في منطقة أم البساتين بلواء ناعور. المشروع يأتي مشتركا بين مجموعة القحطان القابضة السعودية وبيبسيكو العالمية، وأقيم على أرض بمساحة وصلت إلى 21500 متر مربع مع مبان تمتد على مساحة 4500 متر مربع وبتكلفة استثمارية كلية بلغت 7 ملايين دولار. سيتيح مركز توزيع من فوائد أبرزها توفير فرص وظيفية مباشرة ومستدامة للشباب الطموح الباحث عن عمل، ما يدعم جهود تقليص حجم البطالة والارتقاء المتواصل بقطاع خدمة العملاء وتلبية احتياجات المستهلكين بالوصول السريع إليهم. الاستثمار كما قال الشيخ خالد، الاستثمار هو 7 ملايين دولار أمريكي، سوف يوفر الوظائف 150 شخص. وهذا مثال آخر كيف نحن كبيبسيكو مع شركة القحطاني نقوم بعمل القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني. الهدف طبعا من إقامة هذا المشروع تعزيز المنطقة وتعزيز الموارد لبيبسي محليا، بالإضافة إلى تسريع خدمة المستهلكين في منطقة عمان والمناطق المجاورة بلواء ناعور وناعور،